أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان. معنا ضيفنا الكريم أيضا القنبص زكريا بطرس، أهلا وسهلا بكم. أعزائي، قبل أن نبدأ برنامجنا دعوني أشارك على مسامعكم ما جاء في الكتاب المقدس من بعض الآيات. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. تكلمنا أعزائي في الحلقة الماضية عن براهين الوحي وكيف جمع الكتاب المقدس وكيف جمع القرآن، ووعدنا جناب القنبص زكريا أن تتكلم في هذه الحلقة أو في حلقة أخرى وهي اليوم عن مخطوطات الكتاب المقدس ومخطوطات القرآن أيضا. فهل لك أن تشارك في هذه الحلقة عن هذه المخطوطات؟ أمين. وبالتأكيد الكتاب المقدس له أكثر من مخطوطة أو عشرات المخطوطات أو مئات المخطوطات. نعم. وعلى ما سمعت من إنسان ثقة دارس وباحث، قال إن هناك آلاف من المخطوطات موجودة، وفي كتاب بيشمل هذه الكتب المخطوطات بيتكلم عنها. نعم. لكن ما أنا متأكد منه نتيجة بحثي ودراساتي هو أن أحدث اكتشاف لأقدم مخطوطة هو مخطوطة وادي القمران. نعم. أحدث اكتشاف اكتشفت سنة 58-59. نعم. ولأقدم مخطوطة وجدت في المخطوطات تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وبها أجزاء كاملة من العهد القديم. الغريب والجميل في الشيء أن عباس محمود العقاد الكاتب المصري الشهير، نعم، كتب في كتاب الهلال اللي كان بيصدر كل شهر عدد ديسمبر سنة 1959، نعم، مقال الافتتاحي، نعم، قال كده، كان عن وادي القمران، وادي القمران كان عنوان الكتاب في الشهر ده. فكاتب كده بيقول ايه: كنا نتوقع ان اكتشافات وادي القمران تثبت تحريف الكتاب المقدس، ولكن جاءت اكتشافات وادي القمران لتؤكد صحة الكتاب المقدس. الكلام ده موجود في كتاب الهلال عدد ديسمبر سنة 1959، وكانت مطابقة لما بين أيدينا اليوم. اليوم ده بلسان الرجل، وده رجل كاتب إسلامي كبير اللي كاتب عن العبقريات، عبقرية محمد وعبقرية المسيح وكده، يعني باحث معروف عباس العقاد. فهذه هي شهادته: والكتاب عندي أحتفظ به، شهادة من رجل كاتب مسلم متشدد عن اكتشافات وادي القمران. طبعا كتب عن اكتشافات وادي القمران مئات من المجلدات، وهذه المخطوطات موجودة اليوم، موجودة اليوم في المتحف في القدس، ولكن صدرت عليها دراسات عديدة جدا من جميع الجهات العلمية. نعم. إلى جوار هذه المخطوطة وهي الأقدم، هناك مخطوطات عديدة، نعم، تعود إلى القرن الثاني الميلادي إلى السادس الميلادي. مخطوطات منها مخطوطة الفاتيكان، محفوظة في الفاتيكان، ومخطوطة السينائية التي اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء،
ودي موجودة النهاردة في المتحف البريطاني. المخطوطة الإسكندرانية نسبة إلى الإسكندرية. نعم. وموجودة أيضا في المتحف البريطاني. وغيرها من المخطوطات الموجودة في كامبريدج. ومخطوطات نجع حمادي أيضا من الاكتشافات الحديثة. نعم. التي تثبت هذه المخطوطات كلها صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه. فهذه المخطوطات بتاعت الكتاب المقدس منذ القديم. نعم. فالكتاب المقدس كتاب إلهي ثابت جدا أن يد الله حافظ عليه. نعم. وإلى الآن لم يقم دليل على عدم صحة الكتاب المقدس أو اختلافه عن المخطوطات الأصلية. كل الاختلافات التي توجه إلى الكتاب المقدس هي اختلافات شكلية تبدو للقارئ السطحي غير المتعمق، لكن أول ما بيبتدي يدرس الحيثيات بتاعت الحاجة فبيقدر يدرك. يعني مثلا أضرب لك مثل حادثة التجلي. نعم. في إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 17، في إصحاح 16 بيتكلم عن هذه الحادثة فيقول: وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. في لوقا إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 9 يقول بعد 8 أيام. فهنا اختلاف، إزاي بقى يبقى هنا 6 أيام وهنا 8 أيام؟ نعم. طب الاختلاف ده جه منين؟ بعد نحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب. الاختلاف يبدو واضح، واضح جدا، في يومين فرق. في يومين فرق. وما تفسيرك لهذا الكلام؟ مش تفسيري أنا، تفسير علماء الكتاب المقدس. نعم. اللي بحثوا النصين. نعم. فقالوا إن متى حاسب الحسبة بتاعت بعد 6 أيام ما حسبش فيها اليوم اللي اتكلم اللي كان فيه الأحداث بتاعت الإصحاح السابق. ما ذكرش اليوم اللي قال بعد 6 أيام من اليوم ده، فما ذكرش اليوم ده. وما ذكرش يوم التجلي لأنه حصل فيه التجلي. فخد الصافي ما بين اليومين. فبقى 6 أيام. نعم. لقى اتكلم طبيعي اليوم اللي اتكلم فيه المسيح واليوم اللي ظهر فيه وتجلى المسيح، فبقوا 8 أيام. تبدو للقارئ السطحي امسك 6 ولا 8. فأنت تقول أن كل الاتهامات أو الأقوال التي تقول أن الكتاب محرف وغير مطابق لبعضه البعض ليست لها أساس من الصحة وليست لها أي براهين، وليست، لكن هي مشاهدات سطحية تعتمد على القارئ وكيف يفهم. وعشان كده بتمنى من القناة إنها تدبر لنا لقاء في المستقبل حول هل الكتاب المقدس حرف ولا لا. نعم. وأمثلة يعني. نعم. يعني احنا كنا اتكلمنا مرة قبل كده في حلقة عن عدم تحريف الكتاب المقدس. نعم. لكن عايزين أمثلة واقعية. نعم. يعني يقولك في الحتة ديت كده وفي الحتة الفلانية كده. ففي المقابلات ديت انا بأرجو ان يتسع وقت البرنامج لحلقة قادمة عن هل هناك اختلافات حقيقية بالأمثلة ولا. نعم. وتفصيل الحاجات زي كده مثلا. نصلي أن الله يعطينا هذه الفرصة ويرتب لها. أنا بتمنى كده علشان خاطر دي حاجات من اللي. نعم. بتشغل فكر الإنسان. نعم. القارئ العادي البسيط أو مش بس القارئ، لا، أعداء الكتاب المقدس. نعم. أعداء الكتاب المقدس يحاولون أن يظهروا للجميع أن الكتاب المقدس فيه تحريف. ودولت الأعداء دولت هم الملحدين اللي وجدوا في عصر النهضة الأوروبية في القرن الـ16. نعم. فابتدوا يتملصوا من الكنيسة والدين فكتبوا ضد الكتاب المقدس حيثيات مواضيع. نعم. بعض الجهلة من المسلمين أخذوا هذه الافتراءات وتبنوها وابتدوا يطعنوا في الكتاب المقدس. وأقول جهلة مع احترامي طبعا لمراكزهم. لسبب بسيط، ان الملحد يطعن في كتب المقدسة زي ما هو عايز، لكن
المسلم اللي قرآنه بيشهد لصحة الكتاب المقدس الكلام ده يبقى يضره ما يفيدوش. نعم. هناك سؤال جانبي ليس مكان بحث الآن، لكن الناس تقول هناك إنجيل هو اسمه إنجيل برنابة، فما هو هذا إنجيل برنابة باختصار شديد لو سمحت؟ إنجيل برنابة هل هو موجود الآن في هذا الكتاب الذي لا أنت لا تستخدمه؟ لا غير لا موجود. لا بسميه كده أكذوبة إنجيل برنابة. هو ليس بإنجيل. لا ليس بإنجيل برنابة نهائي. لا يوجد شيء اسمه إنجيل برنابة. ده كويس انك انت سألتني، فانا اخترق الهدف بتاع البرنامج ده لانها فرصة ده ما انت اثرتها. نعم. ونطلع من كتاب الموسوعة العربية الميسرة ماذا قال عن انجيل برنابة تحت حرف الب برنابة اهو في صفحة 354. انت تستخدم مرجع اسلامي الان ايضا. الموسوعة نعم. العربية الميسرة. الموسوعة العربية الميسرة. نعم. فبيقول كده إنجيل برنابة كتاب مزيف وضعه أوروبي في القرن الخمستاشر في وصفه للوسط السياسي والديني في القدس أيام المسيح أخطاء جسيمة يصرح على لسان عيسى أنه ليس بالمسيح. العيسى مش بيقول على نفسه أن أنا مش المسيح، ما في المسيح قالك وإنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح. عزيزي المشاهد، ما سمعناه الآن يقطع الشك باليقين أن إنجيل برنابة ليس له أي علاقة بالكتاب المقدس. شكرا. نرجع إلى جانبية. نعم. بهذا احنا عرفنا دلوقتي المخطوطات. سؤالك بالنسبة للمخطوطات. نعم. السؤال الآخر هو يتعلق بمخطوطات القرآن. هل لك أن تشارك معنا عن مخطوطات القرآن أيضا؟ طبعا بالتأكيد، لأن علماء الدراسات القرآنية كتبوا عن مخطوطات القرآن. نعم. في مخطوطتين للقرآن. المخطوطة الأولى اسمها مخطوطة سمرقند. نعم. نعم. مخطوطة سمرقند محفوظة الآن في المتحف البريطاني، المتحف التركي في تركيا. في تركيا. نعم. موجودة بمتحف دوت كابي بإسطنبول بتركيا. متحف دوت كابي في إسطنبول تركيا. أيوة. نعم. يقال أنها ترجع إلى سنة 32 هجرية. أي سنة 654 ميلادية. بصرف النظر عن أنها تحقيق التاريخي للموضوع مش قضيتنا يعني، تعود إلى القرن الثامن الميلادي. يعني أساسا هي تاريخها بيعود للقرن الثامن الميلادي لأنها مخطوطة الحجاج ابن يوسف الثقفي، لكن في اختلاف على كده. فدعنا من الاختلافات دي. نعم. هذه المخطوطة غير منقطة، معلاش نقط البيه زي التيه سنة. تحط لها بيه، تحط لها تيه، تحط لا لها يوجد فيها تنقيط. تحط لها ياه، ما فيش تنقيط. هل يوجد فيها تشكيل؟ ولا تشكيل، لا تنقيط ولا تشكيل. أنا عندي صورة منها من المتحف. صورة لهذه المخطوطة. نعم. من المتحف. الخط ده كوفي. مفيش نقط، مفيش تشكيل. لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا شدة ولا أي حاجة. نعم. دي آية، وفي أدي صورة لآية ايضا بدون تشكيل وبدون تنقيط. وبدون تنقيط. نعم. وايضا صورة ثالثة، ادي ايات مختلفة وهكذا. دي المخطوطة نفسها الموجودة في سمرقند، اللي موجودة في تركيا اسمها مخطوطة سمرقند. ادي كلامها. هل يمكن المشاهد ان يتحرى من هذا الامر؟ طبعا مخطوطة معروفة موجودة في المتحف في تركيا. هل في موقع الموقع بتاعها؟ نعم. www.geocities.com.
www.geocities.com. بس نعم geocities.com موجودة في الانترنت. نعم أنا مصورها منها واخد بال حضرتك. فهذه المخطوطة توضح الاختلاف الشديد بينها وبين القرآن الحالي. وما هو هذا الاختلاف؟ فيها 750 اختلاف. أدي لك أمثلة؟ لا سمح. في سورة آل عمران آية 78 في المخطوطة هنا آل عمران 78 فالمخطوطة دي بتاعة سمرقند بتقول كده منطقة: يقولون من عند الله ويقولون على الله الكذب. المصحف الجديد اللي موجود النهاردة لو طلعته هتقرا فيه يقولون هو من عند الله ويضيفوا بقى ايه وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. طب ليه الإضافة دي؟ هي دي كانت موجودة في اللوح المحفوظ. طب ده نسخة أو المخطوطة اللي موجودة اللي بتعود إلى 32 هجرية. يعني المفروض إنها نسخة عثمان ابن عفان. طيب ده المنطوق بتاعها. طب تضاف ليه العبارة دي وما هو من عند الله؟ واحدة تانية سورة الأنعام 146 بتقول: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم شحوما. الكتاب المصحف الموجود حاليا يقول لك وعلى الذين هادوا حرمنا وإضافة كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحوما. هذه المخطوطة اللي هي في سمر في 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 اسطنبول. في اسطنبول نعم 750 اختلاف بهذا الشكل. يقول لك مثلا في سورة الأنعام 141 وهو الذي أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع. ده الأصل اللي موجود حاليا. يقول لك إيه؟ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. طب ما مش موجودة غير معروشات تضاف ليه؟ هل كانت موجودة في اللوح المحفوظ؟ وإزاي إنسان يضيف على اللوح المحفوظ شيء؟ نعم. طيب يقول لك ايه آل عمران 27 37 من عند الله يرزق من يشاء. دي كذبة. من عند الله إن الله يرزق من يشاء. طب إليه الإضافة؟ مش ده كتاب موجود من الأزل في لوح محفوظ؟ نعم. فهل في هذه التغييرات والتبديلات؟ هذا ما تعلمته أنا في الصغر. وكل مسلم اللوح المحفوظ في قرآن، قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأدم في لوح محفوظ وقرآن مجيد إيه اللي غير؟ فدي المخطوطة الأولى اللي هي نعم مخطوطة سمرقند. نعم. وأنت ذكرت هناك مخطوطة أخرى؟ مخطوطة أخرى وهي مخطوطة لندن. نعم. اللي موجودة في المتحف البريطاني. نعم. تاريخها 150 هجرية، سنة 150 هجرية. يعني القرن الثاني الهجري. بتقابل سنة 772 ميلادية. ولا زالت المخطوطة دي رغم القرن الثاني بلا تشكيل وبلا تنقيط. أيضا. أيضا. زي بالظبط المصحف العثماني. الكلام ده بيقوله السجستاني في صفحة 7. قال السجستاني في كتابه المصاحف صفحة 158 و59 يقول لك كان الحسن وابن سيرين يكرهان نقط المصحف ويكرهان نقط المصحف بالنحو. كان الإعراب يعني لأن كان الأسود أبو الأسود الدؤلي كان ابتدى
ينقط ويشكل القرآن. نعم. فمحدش كان موافق، عايزينه كده من غير تشكيل ولا تنقيط. فبيذكر هنا في الساجستاني انهم كانوا بيكرهوا التنقيط والتشكيل. وبعد بالتأكيد طبعا ما تقدرش تفرق بين الباء لانها نقطة من تحت، والتاء اتنين من فوق، والثاء تلات نقط من فوق، والنون نقطة من فوق، والياه نقطتين من تحت. الكلمة الواحدة ممكن تاخد خمس أشكال. صحيح. وهذا ما حدث. ادولنا مثل، وبرضو الحاء والخاء والظاء والضاء يعني اتنين مختلف. أعطوا مثلا عن كلمة نون عين أو همزة نبرة يعني بتاعت زي كأنها هتعملها نون. نون عين لام ميم هي. نعم. فتتقري ب 11 طريقة. نعم. 11 طريقة. ممكن تتقرا نعلمه. أو تعلمه. أو يعلمه. أو نعلمه. أو تعلمه. أو يعلمه. أو نعلمه. ما التشكيل بيختلف. نعم. مبني المجهول. أو تعلمه. أو يعلمه. نعم. أو بعلمه أو بعلمه. طيب لما يبقى كلمة زي اللي موجودة هنا ما فيهاش تنقيط هتقراها ازاي؟ إذا وجد السبب التحريف. إذا وجد السبب بطل العجب. أهي. نعم. 11 شكل. 11 شكل. قد تسبب ذلك في الاختلاف البين بين المصاحف المختلفة. مثال من سورة المائدة آية رقم 60، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوس. عبد الطاغوس الطاغوت. نعم. فيبدو من القراءة السطحية أن فاعل الفعل عابد يعود إلى الله، وهذا مستحيل أن الله يعبد طاغوت. مش كده؟ فابتدت تتحط لها قراءات بقى. سبع قراءات لابن مسعود، أربع قراءات لأبي ابن كعب، ست قراءات لابن عباس وأنس وعبيد بن عميرة. فيقروا لك إيه؟ ابن مسعود مثلا السبعة. يقول لك شكلها بقى، عايز يشكلها. يقول لك ومن عبدوا الطاغوت، وقراءة تانية وعبدت الطاغوت، قراءة تالتة وعبد الطاغوت، قراءة رابعة وعبد الطاغوت، قراءة خمسة وعبدت الطاغوت، خمسة عبد الطاغوت، ستة وعبدت الطاغوت، سبعة عبد الطاغوت. فوضى. وده اللي خلى عثمان يحرق بقيه المصاحف لانها هتعمل اشكالات كبيره. بعدين جه الحجاج بن يوسف الثقفي وكرر نفس الشيء، حرق ما استجد من مصاحف اخرى. من الكلام ده بقى نفهم ايه؟ ان محمدا لم يترك قرانا مجمعا في مصحف. بل آيات مكتوبة على جلود وعظام ونخيل. حقيقة. حقيقة تانية أن المصحف الذي جمعه أبو بكر عقب موت الرسول حفظ عند حفصة، وأباده مروان ابن الحكم، مزقه وأحرمه أحرقه حتى لا يتعارض مع مصحف عثمان. ثلاثة. وكان عثمان بن عفان قد أحرق المصاحف للاختلافات البينة بينها، حتى اقتتل المسلمون بسببها. نعم. وهذا فعل، هكذا فعل الحجاج بن يوسف الثقفي. والمخطوطات القديمة المحفوظة في تركيا ولندن تختلف عن المصاحف الموجودة بين أيدي المسلمين. نخلص من هذا، من كل هذا، بسؤال كبير. هل القرآن الحالي هو نفس القرآن الذي كان موجودا أيام محمد؟ شكرا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، هذا السؤال نتركه معكم، لكن لدي تعليق بسيط.
أنني أشكر الله لأني طلبت إليه أن أعرف الحق. وتعرفون الحق والحق يحرركم. وقلت ها أنا إلهي ومخلصي، بحثت عنك فوجدتني، سألتك فأجبتني، صليت لك فسمعتني، دعوتك فاستجبت لي، وأحببتني أولا. أنا الآن لست عبدا لك بل ابنا لله، لست أسيرا بل حرا، لم أعد شريرا بل أصبحت بارا، صرت مثلك أحب الجميع. هذه الكلمات تعبر عني وعن إخوة كثيرين وأخوات كثيرين قابلوا الإيمان بالمسيح ودفعوا أثمانا باهظة الثمن، أثمانا مكلفة، منا من دخل السجون، ومنا من فقد الأهل والأحباب، ومنا من فارقه الأصحاب والرفاق، ومنا من خسر أموالا وأعمالا وأشغالا، ومنا أيضا بلا وطن وبلا أشياء كثيرة. لكني أردد ما قاله الرب لكل واحد منكم ولكل واحد فينا اختار هذا الطريق، وهو طريق الإيمان بالمسيح. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس كليهما في جهنم. عزيزي المشاهد، شكرا لكم، نرحب بأسئلتكم مرة أخرى. وإن كنا نشارك في هذه الأشياء فإن هدفنا هو إظهار الحق الإلهي فقط، لأن مشيئة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ارفع قلبك معي الله واطلب أن تعرف الحق، واطلب إلى الله أن يدخل إلى قلبك، لأن المسيح يقول إن اعترفت بفمك وآمنت بقلبك أن يسوع المسيح هو الرب خلصت من الدينونة والعقاب الأبدي. شكرا أعزائي، نرحب بأسئلتكم، وعلى الشاشة تجدون العناوين والمواقع الإنترنت، وإلى لقاء في حلقة أخرى، وبركة الرب تكون معكم جميعا. شكراً.